للمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتور تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير يا فندم، وكل المصريين يا رب دايما بخير، ويعني إن شاء الله كده دايما مصر في موقع الريادة. والحقيقة بشكركم على التقرير الرائع اللي حضراتكم قدمتوه، اللي بيوجز بنسب وإحصاءات تمثيل المرأة ووجودها وما حصدته المرأة خلال الأعوام السابقة. اسمح لي يا دكتور، سنتحدث عن ما أنجزته المرأة خلال السنوات العشر الماضية، ولكن دعينا نبدأ بمشاركة المرأة بشكل إيجابي في ثورة 30 يونيو، بشكل مباشر من خلال نزولها مباشرة للتعبير عن الرأي، أو فيما بعد من خلال نزولها في العمليات الانتخابية المتعددة، الاستفتاء على الدستور، الانتخابات البرلمانية، الانتخابات الرئاسية وغيرها من أشكال الاستحقاقات الانتخابية. هذا بشكل مباشر كانت المرأة حاضرة، وبشكل غير مباشر أيضا كانت تحث أبنائها، أسرها، حتى أبناء المجتمع على النزول والتعبير عن الرأي والمشاركة. كيف تري هذه المشاركة، وإلى أي مدى كانت فاعلة في اتخاذ القرار؟ المرأة كان ليها دور أساسي. احنا بنعتبر المرأة كانت ظهير استراتيجي لثورة 30 من يونيو، والحقيقة أنا كان لسه كاتبة مقال في مجلة نص الدنيا بهذا العنوان. والمرأة المصرية على مدار التاريخ هي أيقونة ورمز للدفاع عن بلدها وعن وطنها. فيعني أما نيجي نتتبع التاريخ هنلاقي أن المرأة المصرية هذا ليس بجديد عليها أبدا، ولكن في ثورة 30 من يونيو هي كانت خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة. نعم. المرأة المصرية اللي نزلت يعني رغم كل محاولات التخويف والترهيب ومن جماعة إخوانية إرهابية ظلامية فاشية، إلا أن المرأة كان حبها لوطنها وكان دفاعها عن وطنها كان أغلى من حتى هذه المحاولات اللي ترهبها من أنها تنزل الشارع. ونزلت المرأة عشان تثبت للعالم أن هي بالفعل مواطن له وعليه يعني كل الحقوق والواجبات. نعم. ونزلت المرأة دون خوف ودون رهبة، ونزلت وتصدرت المشهد السياسي والمشهد الثوري اللي حصل. وهذا يعني هي الحقيقه ثوره 30 يونيو هي دي اللي بنعتبرها الثوره الحقيقيه. يعني ما حدث في 2011 يعني نختلف ونتفق عليه، الا ان ثوره 30 من يونيو هي الثوره الحقيقيه اللي قام بيها المصريين بايادي مصريه حقيقيه للدفاع عن بعد الوصول لمرحله النضج في هذا التوقيت. إن مرحلة النضج وهي مرحلة استرداد الوطن المختطف. نعم. إحنا وطننا اختطف مننا في 2011 واستعادنا هذا الوطن في 30 يونيو. فطبعا دي كانت، وطبعا المشهد السياسي يعني تأصلت فيه المرأة المصرية واستردت فيه المرأة المصرية دورها واعتزازها، زي ما شفنا المرأة المصرية اللي نزلت بتدافع عن بلدها وعن وطنها في ثورة. نعم. 19 ونزلت وقفت قدام الاحتلال، فهذا ايضا كان احتلال، لكن كان احتلال من جماعه فاشيه للاسف يعني هنا جوه بلدنا ومقتحمه مؤسساتنا ومقتحمه تواجدها في اماكن مختلفه. فكان الامر الحقيقه كان شديد الصعوبه، ولكن بايادي المصريين الشرفاء اللي بيحافظوا على بلدهم، وطبعا بدعم حقيقي من الجيش وبدعم حقيقي من سياده الرئيس اللي الدوله المصريه والمصريين يعني طلبوه بان انزل يا سيسي الحقنا وانقذنا. وكان الحقيقه كان الرد في 3 يوليو وظل هذا الدعم من القياده السياسيه للمراه المصريه على مدار السنوات الماضيه، مكاسب كثيره حققتها المراه سياسيه من خلال المشاركه بشكل اكبر في البرلمان المصري، مكاسب حققتها على الصعيد الاجتماعي من خلال حياه كريمه وغيرها من المكاسب التي حققتها المرأة المصرية. لو سريعا يمكن أن نمر على هذه المكاسب التي اكتسبتها المرأة. يعني طبعا حضرتك أوجزتوا في التقرير اللي انتوا قدمتوه النسب والإحصاءات، لكن حضرتك خلينا نقول أن الست المصرية الحقيقة ما كانت هتوصل للي هي عليه النهاردة لولا دعم القيادة السياسية وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة ومشاركتها. فإحنا في المجلس القومي للمرأة بنشتغل وبقوة، ولكن الحقيقة هذا الدعم غير المسبوق اللي حصدته المرأة المصرية من 2014 وحتى النهاردة، الحقيقة إحنا بنعتبر أن المرأة المصرية بتعيش في عصر ذهبي. نعم. التمكين اللي حصدته المرأة المصرية على جميع المستويات، ويعني من خلال محاور استراتيجية النهوض بالمرأة
التي أطلقها فخامة الرئيس لعام المرأة المصرية لعام 2017 والإشارة والدلالة الحقيقية اللي أطلقها سيادته في 2017 صحيح. بتخصيص عام للمرأة المصرية، أعتقد أن هذه الدلالة كان لها أثر إيجابي كبير جدا على ما حصدته المرأة المصرية. جزيل الشكر دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة.